في محافظة حجة، أعلن نائب مدير مكتب التربية والتعليم أن أكثر من 4000 طالب وطالبة من الصفوف الأساسية والثانوية تقدموا للمدارس حتى اليوم في المناطق المحررة شمالي المحافظة بالتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد. أكد نائب مدير مكتب التربية أن عملية التعليم شمال حجة تواجه صعوبات كثيرة، أبرزها انعدام المنهج الدراسي لمئات من الطلاب الملتحقين بالمدارس هذا العام في مديريات ميدي وحيران وحرض وأجزاء من عبس، إلى جانب غياب المبنى الملائم للتعليم حيث يدرس آلاف الطلاب في فصول بديلة وفي العشش وتحت الأشجار. وأكد نائب مدير مكتب التربية أنه لم تصل كميات كافية من الكتب المدرسية منذ عام 2018، داعيا الجهة الحكومية إلى توفيره لمئات الطلاب المحرومين من المنهج الدراسي. تدشن بداية العام الدراسي 2024-2025 في المناطق المحررة محافظة حجة، مديرية ميدي وحيران وأجزاء من حرض وبني حسن. وقد تقدم إلى الآن إلى المدارس من الطلاب، تم تسجيل أكثر من 4000 طالب وطالبة على مستوى الأساسي والثانوي، ولكن هناك صعوبات وهناك مشاكل تواجه التعليم في المنطقة، ومن أقوى ومن أشد ومن الصعوبات الأكثر أهمية هي الكتاب المدرسي والمنهج المدرسي الذي هو راجع لدينا منذ 2018. نعم، وصلت دفعة العام الماضي دفعة من المناهج من مطابع الوزارة، وزارة التربية والتعليم. هذه الدفعة كانت للصفين الأول والثاني، الجزء الثاني، ونحن بحاجة ماسة إلى مناهج الجزء الأول التي تعتبر شبه منعدمة في المنطقة، بل بعض الفصول أنا أزورها وبعض المدارس أجد أن صفوف لا يوجد لديهم كتاب واحد بالكلية، لا يوجد لديهم كتاب واحد.